في يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أغنية في يوم وليلة من أجمل الأغاني اللي تغنت بيها الفنانة وردة، لكن المفاجأة اللي كتير مننا ما يعرفهاش إن الأغنية دي اتعملت أصلا للمطربة ميادة الحناوي، لكن ملحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب غضب عليها وسحب منها الأغنية واداها الوردة. أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. يا ترى ايه هو سر غضب عبد الوهاب على ميادة الحناوي؟ وايه علاقة وردة بالموضوع ده؟ ده اللي هنعرفه حالا، بس ياريت تتابعونا لاخر الفيديو علشان في سؤال انتوا وحدكم اللي هتعرفوا تجاوبونا عليه، وطبعا بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد احنا بنقدمه. وبينا نبدأ. أغنية في يوم وليلة لحنها عبد الوهاب للمطربة ميادة الحناوي، اللي بيرجع الفضل في اكتشافها ليه هو وحده، لأنه كان صديق شخصي لزوجها أحد وزراء سوريا، لكنها ما بدأتش رحلتها مع الاحتراف إلا لما جات مصر بتشجيع من عبد الوهاب نفسه واعتمادا على شهادته ليها بأنها تحقق نجاح باهر. وبالفعل بدأ عبد الوهاب في تجهيز عدة ألحان ليها، لكنها في الوقت نفسه راحت تتعامل مع الموسيقار محمد الموجي وفعلا قدمت معاه أول أغانيها. الموضوع ده أغضب عبد الوهاب جدا، لأنه ما كانش عايزها تتعامل مع حد غيره باعتباره إن هو اللي اكتشفها وإن هو اللي أقنعها وجابها مصر علشان تغني فيها. على طول عبد الوهاب راح ساحب منها أغنية في يوم وليلة واداها للمطربة وردة علشان نسمعها بصوتها. مش قد صدق إيه كان خيالي قبل ما قلقان. لكن الجميل إن ميادة كمان غنت الأغنية دي بعد كده، ويلا نسمع الجزء ده من الأغنية بصوتها، وياريت بعد ما تسمعوه تكتبوا لنا في التعليقات مين أفضل واحدة فيهم غنت الأغنية دي، وردة ولا ميادة الحناوي؟ في يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. ونعيش سوا ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الموناليزا صاحبة أشهر لوحة في التاريخ، وأتحدث إليكم من قناة نجوم الغلف. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف، ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلف على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.